في الحق أنا اليوم جيت سعيد باستقبال ولا احنا كنا في المركز جد سعداء باستقبال هذا الوفود اللي جات اليوم للمشاركة في انتقال الانطلاقة الرسمية ديال مركز محمد السادس للبحث والابتكار. الشيء الثاني هو متوازيا مع الانطلاقه كاين درنا اسبوع علمي اللي فيه كثير من الانشطه، فيه 20 ورشه تقريبا علميه ومعها واحد ثلاثه الايام علميه اللي عاد تمشي لمواضيع متعدده. اللي بغينا من خلالها شنو بغينا نبينو؟ بينو بان كاين طاقات مهمه اللي عندنا في هذا المركز. والشيء الثاني هو ان كاين كثير من المشاريع اللي بغيناها ما تبقاش منغلقه على المحيط ديالنا ولكن تمشي وطنيا ولما لا دوليا. هذه المشاريع هذه فيها المشاريع ديال الابتكار وهذا شيء مهم جدا. الابتكار اللي من خلاله بغينا كثير من الشركات الناشئه لي ستارت اب وكذلك الناس اللي عندهم فكر افكار ولا عندهم مشاريع يجيو عندنا باش نحاولوا المواكبه ديالهم للنجاح ديالهم. الشيء الثاني هو البحث العلمي. بعد حال البحث العلمي وخلال الكوفيد تبين بان كاين اسئله سياديه مهمه جدا، حنا بغينا نحاولوا بانه يكون عندنا واحد المشروع تطوير عدد من المختبرات اللي تجاوب على هذه الاسئله هذه. لنعطي غير سبب بسيط، بزاف الناس سالوا لماذا لم نستطع بانه اخراج لقاح ولا ادويه. حنا كنظنوا بان في المغرب كاينه الطاقه الفكريه اللي تمكننا من ذلك، غير ما كانش عندنا المختبرات ربما اللي نقوموا بذلك الشيء وسنحاول ذلك في المختبر. الشيء الثالث اللي مهم هو انه الاشعاع العلمي. طبعا الحال باش يكون عندنا تواجد على المستوى العلمي خصو يكون عندنا النشر ديالنا والبراءات الاقتراع ديالنا معروفه على المستوى الدولي. وهنا علاش فكرنا بانه تكون عندنا واحد الوحده اللي غتكون بحال دار نشر علميه اللي سميناها يونيفرسيتي بريس في مروكو اللي غتمكن من نشر كثير من الابحاث المفهرسه والمحكمه في المغرب اللي غتمكن بانه المغاربه يكون عندهم تواجد على المستوى الدولي. اذا حنا كنظنوا بانه هذا المختبر هذا اللي كيحمل الاسم ديال صاحب الجلاله الله ينصرو هو مهم جدا ولبنه جديده، وكنتمنوا باننا نكونوا على قد انتظارات المولويه.